قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون. حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ يسوع الناصري. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فقال لهم يسوع: أنا هو. رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضاً: من تطلبون؟ يسوعاً ناصري. قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. ثم أن سمعان بطرس كان معه سيف، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخص. اجعل سيفك في الغمد. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ لا. ثم أن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه. ومضوا به إلى حنان أولاً، لأنه كان حمى قيافة الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ معروفاً عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، وأما بطرس فكان واقفاً عند الباب خارجاً. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفاً عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخل بطرس. ألست أنت أيضاً من تلاميذ هذا الإنسان؟ لا، لست أنا. كان برد، وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمراً وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفاً معهم يصطلي. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية. أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هؤلاء يعرفون ماذا قلت. هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ إن كنت قد تكلمت ردياً فاشهد على الردي، وإن حسناً فلماذا تضربني؟
وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة. وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ لا، لست أنا. فأنكر ذلك. وواحد من عبيد رئيس الكهنة، وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه، قال: أما رأيتك معه في البستان؟ لا. وللوقت صاح الديك.